انا احنا بنزات شرف سعاده لعيش مع هذيك الجولة شو انبسطت يعني انبسطت كيف الأحوال زملائي زملائي يا سلام كبرنا بجهودك ستي الله يحفظك ويطول عمرك
وكبرنا مع الصندوق الأردني الهاشمي. زي ما أنت عارف في منا ترضى في مراكز الأميرة بسمة للتنمية، ترضى مراكز الأميرة بسمة وتطوع في مراكز الأميرة بسمة، والآن هو من فريق مراكز الأميرة بسمة. اسمحوا لي أرحب بسعادة الدكتور طلال أبو غزالة وفريقه في بيتنا الصندوق الأردني الهاشمي وبين عائلتنا. بالمناسبة أنا اسمي طلال، كمان أنا اسمي طلال. راح احكي لكم على قصه شخصيه صارت معي مع الدكتور طلال ابو غزاله. تشرفت انا وتخرجت من الجامعه الالمانيه كليه طلال ابو غزاله بماجستير اداره الاعمال، وخرجني سعاده الدكتور باول 2016. هذا معناته انت متفوق ومبدع وطالع، ما بيطلع من عندنا الا الطالع. الحمد لله، وهذا شرف لي صراحه، وتشرفت بانه سعادتك خرجتني من الجامعه. بس كلمه ما راح انساها طبعا، يوم التخريج سعاده الدكتور حكى كلمه روى قصته وتجربته في الحياة، وفي الحقيقة كانت هي إلهام بالنسبة لي، وأنا متأكد لكل الحضور كانت إلهام لجميع الشباب الأردنيين صراحة. فأهلا وسهلا فيك مرة ثانية في صندوق الأردني الهاشمي، وشرفتنا. راح أتركك الآن مع كلمة زميلتي روح حجازي مديرة برنامج تكنولوجيا معلومات المجتمعي، راح تحكي لك شوي عن المكان اللي احنا فيه. انا سعيد انك بتذكر اني احكي طبعا سيدي، لاني انا مش متذكر شو حكى. كلام معناته كلام كان اكبر مديح. كلام جدا ملزم. لا كلام، انت لما بتحكي ملزم. اكيد طبعا. اهلا وسهلا فيكم بمختبر الابتكار. مختبر الابتكار اللي احنا موجودين فيه هو واحد من خمس مختبرات ابتكار موجوده ضمن الصندوق الاردني الهاشمي، موجوده في اربد، مغربه، الكفرين، ومعان، والمختبر اللي احنا موجودين فيه معك. مختبرات الابتكار هي مساحه ابداعيه تعليميه شامله للشباب، بتساعدهم على انهم ينموا مواهبهم من خلال تدريبات في الابتكار المجتمعي، وتدريبات هارد سكيلز نعطيها للشباب من خلال محاور اربعه هي اي ليرن، اي ديزاين، اي تشين، اي ريفيو. احنا فخورين وسعيدين بوجودكم في مختبر الابتكار اليوم، وحابه كمان انه احكي لك كل عام انت بخير ستي على عيدنا الأربعين. ايضا في واحد من الشباب اللي حابب يحكي تجربته بمختبر الابتكار، اسماعيل ابو ورده. مرحبا، انا اسمي اسماعيل ابو ورده، عمري 20 سنه، واحد من خريجين مختبرات الابتكار. وقدرت اني اصير منتور بمختبرات الابتكار بعد ما اخذت تدريب للويب ديفلوبمنت عن طريق مختبرات الابتكار. وبعد التدريب قدرت اني ارجع على المكان عشان انقل خبرتي وتدريب اللي اخذته لمجموعه من شباب المختبر. خلال فتره التدريب استمرت لاربع شهور، قدرنا نشتغل مع الشباب على موقع الكتروني بيشرح شوي ايش هو الانوفيشن لاب. شكرا. من الويب هلا رح نشوف فيديو عن محور القياده ورياده صندوق الاردني الهاشمي خلال 40 عام. رحله الصندوق الاردني الهاشمي للتنميه البشريه بدات من عام 1977. خلونا نحتفل ب 40 سنه من العطاء والثقة مع المجتمعات المحليه لنكون منصه وطنيه تنموها. منهجيتنا في العمل هي الوصول للناس في كافة أنحاء المملكة من خلال شركة مراكز الأميرة بسمة للتنمية 51 المنتشرة في القرى والمدن والمواطن، واللي هي منصة لكل فئات المجتمع. في عنا 53 لجنة نسوية بكل مراكزنا، بنمكن السيدات سياسيا اجتماعيا واقتصاديا من خلال فتح نافذة بتساعدهم بالبدء بمشاريعهم الصغيرة. الشباب هم استثمارنا الحقيقي، واللي بنشتغل معهم ضمن محور القياده والرياده لتعزيز قدراتهم. وصلنا لمليون مستفيد خلال 2016 يتمكنوا من بناء مستقبل اكثر اشراقا. وصل عدد الشباب المؤمنين برسالتنا مع نهايه 2016 ل 2800 شاب وصبيه، كبرت احلامنا معهم واسسنا شبكه تطوعيه كبيره سميناها الميزان الشبابيه.
اللجان الشبابية عبارة عن مجالس شبابية بكل مركز من مراكز دار انتخاب رئيس لهم كل سنتين، ويحطوا مجموعة خطط وأنشطة بينفذوها لتخدم مجتمعاتهم ليكونوا قادرة للتغيير. بقدم الصندوق الدعم والبيئة اللازمة لمبادرات الشباب والتدريبات اللي بتمكنهم من المنافسة في سوق العمل من خلال برنامج التشغيل اللي هو عبارة عن جزء من الباحثين وفرص العمل المتوفرة. أسسنا من خلال هالبرنامج ثمان مكاتب تشغيل موزعة على الأقاليم الثلاثة، وموجودة في المفرق ابن سحاب الزرقاء الشومي مادبة الكركون معا. وفرت 3000 فرصة تدريبية وأكثر من 2000 وظيفة من خلال معهد التشغيل والعدد الامتياز، لأنه طموحنا نغطي كل محافظات المملكة. التدريبات والفرص شملت الجانب الإعلامي، وكيف الشباب بيحبوا يحكوا عن المواضيع اللي بتهمهم من خلال تشكيل شبكة مراسلين إدارية لإدارة فرح الناس اللي دربت 1000 شاب وصبية في كل المملكة لتكون المنصة الإعلامية لهم والمكان اللي بيعبروا فيه عن أنفسهم. بخصوص الريادة الاجتماعية وريادة الأعمال، في عندنا 5 مختبرات ابتكار في مناطق مختلفة بتعلموا فيها الشباب عن التصوير، الموسيقى، الجرافيك، صناعة الأفلام، روبوتكس وصناعة الألعاب وأي شيء له علاقة بالإبداع. كثير نهتم بالكواليتي وعنا مؤمنين في دورنا
بانه التغيير الاجتماعي بياخذ وقت ولا نؤمن بالتغييرات الكويك فيكسز يعني زي ما بعدين التطوعات يعني مش بس كافراد او كاسر يعني نشتغل مع مجتمعات مع بواقع معين مقلل منها او يعني احنا يمكن اكثر واحد من اهم النقاط اللي عندنا الاوتريتش الوصول لأكثر الفئات المهمشة والعرضة للخطر بأماكن لأنه في ناس ما عندهم تلفزيون في قرى ما توصلها جريدة لحد اليوم فنحن مراكزنا عبارة عن منصات تنموية عم تجمع فئات المجتمع كلها طفولة مبكرة شباب وحتى معوقين ومعوقين عن إدماج وحتى كبار السن كبار السن مثلي يعني نوادي كبار السن مش يمكن نحن المؤسسة التنموية الوحيدة اللي عندنا نوادي لكبار السن لإيماننا بأنه هاي الفئة فعلا فئة منعزلة وعم تعاني من مشاكل كثيرة وعم بنشوف قديش صدى هذا الموضوع عليهم وأثر وأثر شو شغلنا التنموية أنا كنت أحكي خلي يعني هذا الموضوع
يحرجهم بالإعلام. فقلت له حاضر. دخلنا على الاجتماع قلت له عم يوصلوا لي انه بحط او بنبهك انه انا ما لي علاقه بالاتحاد، الطب بالبلاد ما بدنا نوقع. احنا اصلا بدنا لانه اسمك بدنا اياه، اسمك مش في ما بدنا اياه، قوموا يا جماعه. انا نفس الكلام اذا مش على اسم اميره فرح ما بدنا اياه. وفريقنا في الاذاعه كمان دكتور يعني الزميله هيدا جوهر ممتاز يعني هيدا الاذاعه ما شاء الله هي من الفريق الاعلامي واللي اسمها يعني معروفه قبل ما تكون عندنا، وجودها عندنا برضه يعني كان صدفه لان الاذاعه وعندنا الاعلام. كم واحد انتم بالاذاعه؟ احنا تقريبا يعني كثير الاقلال قديش؟ 10 اشخاص 10 مع الفنيين لا الفول تايم مع الفنيين وكلياتنا 10 اشخاص مع الفنيين وكل نعم والمهندس و نتعلم من التجارب، احنا دائما تلاميذ واول تلميذ انا كل يوم بتعلم ولما باجي هنا بتعلم منكم فبنستفيد من تجربتكم في دكتور يمكن احنا هيك 10 اللي موجودين دائما ولكن احنا دائما بنعتمد على وجود الشباب اللي موجودين في الميدان والمتطوعين ويمكن هذا واحدة من الاهداف وكل شيء دائما نسعى انه فرح الناس مش تكون بس منصه شبابيه يكون الشباب هم اللي قاعدين عم بيساعدوا وبيساهموا بانتاج المحتوى الاعلامي فيها يعني مش بس احنا بنوجه الخطاب للشباب بهمنا الشباب هم يكونوا مشاركين بانتاجه وهذا الشيء اللي ساعدنا فيه تشكيل شبكه المراسلين الاذاعيين اللي هي اكبر شبكه مش اكيد اكبر شبكه اذاعيه في الاردن جذبنا حوالي السنه الماضيه 1000 شاب وصبيه على اساسيات الصحافه ومن ال 1000 شاب وصبيه كان تقريبا عندنا 200 مراسل صحفي بيقدروا يمنتجوا بيقدروا ياخذوا من مناطقهم واماكنهم المواضيع اللي بتهمهم الحلو برضه كلهم متبرعين كلهم متبرعين والفكره انه احنا نمشيها يا مان العربيات متعبين كلهم قبيلتكم من وين عربيات اصلا؟ يعني الفكره كلها انه احنا ما بنحكي للشباب شو انتم تعملوا وفكره وجود 51 مركز بكل المملكه هذا الشيء ساعدنا انه نكون موجودين مع الشباب وناخذ شو هم بحبوا يحكوا عن مناطقهم شو الشيء اللي بحبوا هم يحكوا يعني انا اليوم سعيد بان اسمع هالكلام لانه هذا اللي انا بدي اياه احنا سعداء ويعني احنا وياكم ما شاء الله مش بس اتفاق فكري اتفاق عملي وروحي نعم اليوم عم نحاول نكون يعني هالمنصه اللي عم بتغير وجهه نظر الناس والمتلقين عن كثير من المناطق اللي موجوده في المملكه، يعني ما بنسمعش غير المشاكل، لا في هاي المناطق في ابداعات وفي ناس شاطرين وفي مواهب عم بتكون معنا احنا، يعني هذا هيك مختصر صغير يمكن على الناس يعني سعداء كثير انه لنا نصيب كبير بهاي الاتفاقيه وبالتفاهم. نتعلم من بعض. التفكير المالي لحسابات الصندوق والحفظ ال 51 وهي العمليه المستمره من بدايه المدرسه شرفت احنا يعني نشكر الدعم اللي بتقدم من خلال مؤسسه طلال ابوغزاله لهي العمليه تحت البال انتم بتعطونا شرف نخدم هذا شرف فقد سموها شرف تعرف عن جد يعني عبد يعني قوة بالنسبة لنا كلنا، لكن ما كان بيقدر بالفعل يحمي يعني استمرارية الصندوق المالية بدون يعني هذا يعني هاي المؤازرة والخبرة يعني بالفعل صمام ما يعني مصداقية كمان مصداقية يعني مش من الأشياء بوجهك بس ما بنقدم تقاريرنا المالية اللي مختومة بمكتب قرار الوزارة لأي دولار إذا بيكون يعني كل سبب يعني الحمد لله الحمد لله ففعلا بدنا الاسم لا قلت له وصيني يا جماعه ما اذكر انا خلص بقيت طب ورانا
العربي مش ما بقدر اتفاقين انت معك واحنا بدنا مع فرع واحنا بدنا مع فرع اذا مش مع فرع ما بدنا اتفاقين احنا بس نتفرج اوكي بس طارق بس طلع علينا وانت توقف طلع عليك ما طلعت على Thank you.